دي كانت اهداف 2008 وفوز كبير على فريق الاتصالات بسداسية. بس عايز ارجع لشكل الملعب، وانا مهتم جدا ان احنا نشوف شكل الملاعب ومدى اهتمام النادي الاهلي بالملاعب السنه دي، سواء ملاعب النجيل الطبيعي وملعب المباريات وايضا كمان ملعب النجيل الصناعي. يا ريت دكتور مخرجنا يرجع لي بصوره الملعب. شكل الملعب السنه دي ما شاء الله مختلف، تم تطويره وتجديده، تجديد الملعب، ارضيه الملعب، وكمان اماكن جلوس اولياء الامور. الملعب ده تم انشاؤه في 2004، من 2004 الملعب ما كانش تم تجديده، السنه دي في 2020 تم تجديده وافتتاحه، وبالمناسبه كمان بيشتغل عليه او بيتمرن عليه اكاديميات النادي الاهلي في مدينه نصر وكمان براعم من النادي الاهلي، فما شاء الله حاجه راقيه جدا، حاجه يعني تليق بناشئين النادي الاهلي. دي كانت اهداف 2008، فوز كبير على الاتصالات. ايضا نروح للقاءات ما بعد فوز الاهلي على الاتصالات ولقاءات مع الجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي. الحمد لله رب العالمين، احنا بعد فتره بتاع دوري زد الحمد لله رب العالمين حصلنا على البطوله، يمكن كانت بطوله بديه بس كانت بطوله قويه جدا، فالحمد لله الاداء كان كويس جدا وكانت استعداد قوي للدوري، بدايه الدوري النهارده ان شاء الله باذن الله، فجالنا من 3-4 أيام تقريبا الدوري هيبتدي النهارده، فالحمد لله رب العالمين احنا كنا مستعدين باي شكل من الاشكال. جدول جالنا اول فرقه النهارده مع الاتصالات، الحمد لله رب العالمين الاداء كويس، اداء جيد يعني الحمد لله رب العالمين، بشكل كبير الاولاد نفذوا التكتيك اللي احنا بنتمرن عليه من اول سنه الحمد لله، وان شاء الله باذن الله الجدول هيجي كله. مش عارف طبعا منطقه القاهره اتاخرت ليه، بس احنا جايين لنا الجدول بماتشين بس، يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله تاني ماتش تقريبا مع فرقه اسمها عرب الحصن، ربنا ييسر باذن الله ان شاء الله باذن الله، واستمراريه للفوز واستمراريه ان شاء الله باذن الله للبطولات. فرقة 2008 من الفرق القوية الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله بإذن الله ناخد البطولة إن شاء الله. يمكن أنا والكابتن أسامة والجهاز طبعا بنتعامل على يعني بنتعمد إن احنا نتعامل معهم في الجانب النفسي قبل الجانب الفني، إن برضو الأولاد مثابة زي يعني نفس سن ولادك وكده، فالجانب النفسي يعني بيتغلب على حتة الجانب الفني شوية، والمرحلة دي مرحلة اكتساب، مرحلة التعليم، بنحاول نعلمهم اكتساب مهارات، وطبعا قبل ده كله حته روح الفانيلا الحمراء اللي هي المكسب، والحمد لله الولاد ادوا بشكل كويس، خدنا قبلها بطوله زيت، لعبنا ماتشات وديه كتيره، فالولاد تعودوا على حته المكسب، فكان دافع ليهم في بدايه الدوري، كان بطوله زيت اللي احنا لعبناها وخدناها كان بدايه دافع ليهم، اللي احنا الحمد لله يمكن الاداء شكله كويس، الحمد لله رب العالمين شكله كويس، وبدايه ان شاء الله كويسه باذن الله. الحمد لله والله الفريق كله رجاله، الحمد لله لعبنا باداء كويس، معانا لعيبه ابطال، كابتن اسامه على طول بيقول لنا نلعب بروح، ان النادي الاهلي عمره ما بيخسر، احنا فريق ابطال واحنا متعودين دايما على الفوز، حتى لو تعادلنا بيبقى الكابتن اسامه بيبقى زعلان مننا طبعا، ان احنا النادي الاهلي طبعا ما ينفعش معانا الا الفوز، فنحمد ربنا ان النهارده كسبنا. النهارده والله حضرتك النهارده كلنا كنا رجاله، وكلنا النهارده فرحنا بالفوز، واول ماتش في الدوري لازم البدايه بتاعتنا تبقى فوز، عشان احنا النادي الاهلي، والنادي الاهلي لازم يكسب كل ماتش.